فرد ب 129 هدفا بفارق هدفين عن روبي فاولر. محمد صلاح، ليفربول، اليونايتد، تنهاج، انا ساكون بصدق مش عارف منين نبدا. حكايه الشوط الثاني حكايه. انا عاوز ابدا بالحكايه المصري، بالايجيبشن كينج بتاعنا. يلا في الصناعة بالمصري حفله. في الصناعه والتسجيل هبوظ الروتين بتاع الاستديوهات، فخليكم معانا بتوع الجاليري يا سامر. هنبدا بالاول بالصناعه والتسجيل لصلاح. انا اول مره اشوف مارتينيز يترقص تانجو من صلاح. ترقيصه حلوه قوي قوي اللي بدا بيها الجول الثاني بتاع جاكبو اللي عملها، رقصه جابه شمال ويمين وراح عامل الباص لجاكبو اللي راح شايلها من دخيه وسجل الهدف. فالصناعه حلوه والتسجيل احلى بالنسبه للفريق، بالنسبة لصلاح بداية الهجمة، تحولات السريعة، السرعة، المهارة. تعالنا بقى مارتينيز، تعالنا مارتينيز اللي سفاح لكل المهاجمين، جابوا شمال ويمين، وقعوا على الأرض، راح عامل التمريرة اللي جاكبه اللي كمل اللوحة حلو، قال له دخية عايزها فين؟ طب خد فيها في غير المتوقعة من فوقيه. خلص المباراة وبدأت بقى الايه المثلثات والمربعات. مارتينيز حاسب ده مصري رقصوا تانجو ولا سامبا ولا الارجنتينيين بيرقصوا تانجو. ايه تانجو رقصوا سامبا عند البرازيليين. رقصوا تانجو بدون كور، تك 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 شمال يمين مبسوط التراك ان شاء الله دائما مبسوط. انا مبسوط بمستواه، لان في بعض الناس في الموسم السادس بتشكك بيه. تشكك بايه يا راجل؟ استمتع وبص عليه وفرج واستمتع. بص حط بقى الشاشة ورجع المباراة تاني او اليوتيوب وفرج عليه بس، هتتبسط، هتضحك، هتضحك من غير سبب. المهارة الكبيرة بالنسبة للمدافعين، تنهاج ساب المدافعين بتوع الشوط التاني، تنهاج ساب المدافعين بتوع الشوط التاني. التمريرة اللي فيرمينيو اللي بيقولوا ماشي، فبيقدم مباراة كبيرة. تتذكر لما سألتك قبل المباراة تريكا وقلت لك ان من اهم نقاط القوة لصلاح هي القوة الذهنية في موسم ليس الأفضل لصلاح، لكن صلاح لازال موجود. القوة الذهنية شيء خارق للعادة عن صلاح. هو القوة الذهنية والموهبة، كل مدى يقول لك ايه راح للسقف يجيب لك الجديد، بقى محفوظ للمدافعين يجيب لك الجديد. خلي بالك في الماتشات الكبيرة ما بيلعبش اي حد، ده بيلعب اليونايتد اللي جاي بزخم كبير وموسع بقى وقال لك فتح صدره. والله في حد تاني قدامه الكرة قدامي وعلى يمينه يقول لك استنى وقف وشوف حارس المرمى ازاي، لا ده على طول يلطش باليمين في سقف في المرمى. فانا مبسوط بالمستوى اللي بيه ومش متفاجئ، ده سادس موسم ليه في الدوري الانجليزي ولسه الناس بتشكك فيه ويقول لك جاب سقف، ده بقى محفوظ، ده ما بيظهرش، ده بيختفي. طب خد يا عم بيرد عليكم كلكم. حلو، والرد في الميدان. اتكلمت على الحكايه المصري، بقيت الحكايه مع الدكتور طارق. طيب دكتور طارق معاك، نحب نستفيد من هذه المواجهه، نحب نستفيد كوره، نحب نستفيد تكتيك، نحب نستفيد كيف اعد يورجن كلوب لهذه المواجهه. اين اصاب يورجن كلوب في هذه المواجهه؟ طيب اين اخطا تنهاج في